ونحرق هالنديدك ونعمر واحد يشرف وننسى هالزمان ونحلم زمننا لطف ما زالك بلا شي ما فيك تخسر شي وانا مليت من عشرة نفسي طاهر الطالبي عمري 21 سنة نسكن في منطقة العواجة هاك تشوفوا لي وين نسكن نسكن في كوجينة مثلا اشتذا تقدر عليا لا ما عنديش وين نسكن ذرية هملت من الفقر والذل والحقر بالضبط أصل ما شفتش العمر عطا فرح من جيت للشيرة من عاد برقاب العزيزي هنا يعني تعبه واموري خاصه يعني بيك الرب عايشت ذريه في الحطب لمشوا على روح خليني بالله الصحه ما عادتش والفقر وجبل لك تشوفوا ما نعينه ولا من يخشوا ولدي عاك تشوف عمل العمليه يقولك نسلم ونجري للناس باش معناتها لقط لي هاي مردوم الوريهات هاي هذه نعيشوا منها نحن كان عشنا ما كان كابينا مردوم انا تعشينا ما كابيناش مردوم بيتو بلا عشاء معنا وضعيتنا تيابة انا ناس تحت الصفر التو معنا نعيش في دار عندها قرابة 40 سنة بتاع جد جد جدي لو مشاكلنا معناها المرأة مالي ملقيتش باش نداويها الطفل معناها العام الجاي يدخل يقرأ الظروف متاعنا معناها اللي ثم هاكم شوفوا فيه بين كل شيء معناها أمورنا تشكي الرب المال التو معناها نشرب من الأبير أنا نورد على الهويش لا إله الله محمد رسول الله الديار وقت الفيل معنا الناس تفرح للمطر نحن نخاف منها تبدو دار واللي يخرج البر للمطر خير تبدو تكتر عليه الواحد البطالة أنا الواحد محروم من جميعنا لخدم قارة الواحد معنا وليد واحد أنا ولا حير في المعيشة بتاعو منطقة القصر في القصرين هذه منطقة العويجة مش مسؤول عليها جمل يمكن الأول مرة نفرح أنه ثم شكون جاء ويسأل فين وش عندكم وش ما عندكمش اللي مش بيه ما تعجبش حتى جبل سكروها علينا قالوا لنا ما عادش عندكم ونحن مصدقاتنا كان الجبل نقدوه في حم نجيبوا الحطب نبيعوه ويقولوا لنا ورهيب وطلعوا شنو ورهيب ورهيب ما ثماش رهيب ثماش حتى رهيب ما شفناش حتى شيء شوفوا كان لبعضنا ونفس الوجوه هي نفسها الوجوه تمشي وتجي نحن معزولين من تونس من بدا الوقت نتاع بورقيبه حتى للوقت نتاع زين العابدين حتى للتغيير فرحنا وقلنا تو نرتاحوا ونتمعشوا كان مشينا ناخذوا شهاده كان مشينا للطبيب كان ما نتعب كان داربنا مع الكياس التاكسي ما تجينيش الكهرباء ما تمشيش لينا المعاش شانتي ما يعطوناش بطاله حتى نعيشوا على الفحم ولا كي مزال تسكروا عين الجبل لا شفنا لا رهاب يدور لا شفنا سلاح معنا منا ولا منا جاء حذانا الجيش هذا كي قاعد حذانا يثور كيكة في الخلاء لا شفنا حاجه معنا كذا لا من شيء شيء يقولوا معنا الناس لكن الجبل الداخل ما مشينيش نحن قالوا راه ممنوع راه كذا من قبل نمشوا له ما فيش حد شيء
كان عن أرضك مشي لينامي نمشو نسرحو فيها ولا نمشو نقطعو منها زيتون ولا نمشو نقضو فيها حاجة ما عادش الويد هكا ما عادش نجمو نقطعو من هنا كيف كيف هاني تطلع سويح ساعات الواحد يبيع لها طين ساعات يبيع لها حصير ساعات حاجة تو تقطعت ما عادش كان كراهب الجيش ولا كراهب معروفة كالنقل الريفي ولا هكا المواطنين الساكنين هنا أما يبقوا من طعم تمش كي نجي نرقد في الليل والله الحق متعرف نقولهم شاهدوا خاطر الواحد ما يدريش على روحه يرقد في الليل تحف عليه للهيب تذبح وساعات نسمع الكلاب تتنابح والله من الليلة قالت الطفلة اللي تظلوا جايين للنعاج قلت لها نمنعنا والنعاج إن شاء الله يتهز يخاف الواحد كيفاش ما يخاف إليكم هذا النداء من تال الأبية وأهلها الشرفاء إلى كل حكومة جديدة ورئيس جديد نحن ظلمنا التاريخ والجغرافيا تعرضنا لأبشع أنواع التهميش إلى أفظع أنواع الظلم وكأننا لسنا تونسيين تم التفاتة صادقة لمدينة دالة وكل قرى القصرين وإلا فنحن مستعدون لأن نكرر الثورة هذا ليس تهديدا إنما من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين